طيب هلا تشابتر 9 هو الفكره في التشابتر زي ما بنعرف اللي هو السنتر اوف ماس او مركز الكتله، تمام؟ وتعلمنا نوجد مركز الكتله لحالتين او لتو كيسز. الكيس الاولى انه لما يكون في عندك مجموعه من الاجسام النقطيه وبدك تطلع لهم الكوردينيت للسنتر اوف ماس او لمركز الكتله، وكمان لما يكون في عندك ريجيد بوديز او اجسام متصله. فاول سؤالين من الدسكشن اللي هم سؤال 2 وسؤال 4 على السنتر اوف ماس، فخلينا نحل سؤال 2 في البدايه. هلا في هذا السؤال اللي معطيكم اياه معطيكم 3 ماسز، تمام؟ وهذول ال 3 ماسز موزعات بهذه الصوره. الكتله الاولى اللي هي ام 1 في الاوريجن وام 2 وام 3، واحد موجود هون هاي ام 2 وهون موجوده ام 3، مزبوط؟ لا مش في هون، وهون ام 3 بحيث انه احداثي هاي النقطه 2 وهون 1 وهون 1 وهاي 2، تمام؟ ومعطيك كتلة ام 1 4 3 كيلوغرام وام 2 4 وام 3 8. فام 1 3 كيلوغرام، ام 2 4 كيلوغرام، وام 3 8 كيلوغرام، تمام؟ وبحكي لك بده فهو مطلوب الاكس كوردينيت للسنتر اوف ماس والواي كوردينيت للسنتر اوف ماس، تمام؟ هلا عشان نطلع دائما في الكيس الاولى لما يكون في عندك مجموعه من الاجسام النقطيه بدنا نطلع لهم الاكس سنتر اوف ماس، بكل بساطه اللي بنحكيه انه اكس سنتر اوف ماس بتساوي ام 1 في اكس 1 زائد ام 2 في اكس 2 زائد ام 3 في اكس 3 على التوتال ماس. التوتال ماس اللي هو مجموع الكتل، خلينا نسميها ام كابيتال، تمام؟ الام كابيتال اللي هي مجموع ام 1 وام 2 وام 3. هلا فبس عليك بس تعوض الارقام، يعني بدك تعوض محل الام 1 والام 2 والام 3، هاي ام 3 سوري، ومحل اكس 1 0 اكس 2 2 واكس 3 1، يعني بدك تعوض الاحداث السيني والاحداث الصاعدي. لما تعوض رح يطلع معك الاكس سنتر اوف ماس 1.1 متر. و الواي سنتر اوف ماس بنفس الطريقه اللي بنحكيه ام 1 في واي 1 زائد ام 2 في واي 2 زائد ام 3 في واي 3 على التوتال ماس، تمام؟ فانه بس لما نوجد الواي سنتر اوف ماس اننا نعوض نضرب كل كتله بالاحداث واي الها، فهنا ام 1 في واي 1 زائد ام 2 في واي 2 زائد ام 3 في واي 3 على التوتال ماس. طبعا لما تعوضوا الارقام بيطلع معاكم الجواب 1.3 متر. فهاي الكيس الاولى انه اذا كان عندك انت مجموعه من الاجسام النقطيه كيف تطلع لهم السنتر اوف ماس او مركز الكتله. الكيس الثاني في هذا الشابتر او الحاله الثانيه اللي نطلع لها السنتر اوف ماس لما يكون في عندك ريجيد بادي او كونتينيوس بادي او سوليد بادي، بمعنى انه يكون في عندك جسم متصل زي مثلا الرد، تمام؟ هلا انتوا اللي تعلمتوه باللكتشر تعلمتوا انه رحتوا طلعتوا السنتر اوف ماس للرد انه يكون عندك رد بهذا الشكل، رحتوا تعلمتوا تطلعوا السنتر اوف ماس له عن طريق التكامل، وحكيتوا بدل ما نروح نضرب ام 1 في اكس 1 ام 2 في اكس 2 زائد ام 3 على اكس 3 على التوتال ماس، صرنا نحكي انه الاكس سنتر اوف ماس هو 1 على التوتال ماس في التكامل لاكس دي ام، تمام؟ وبمعنى او شو معنى هذا التكامل كان؟ انه رحنا احنا قسمنا هذا الرد لقطع صغيره كل واحد طولها دي اكس او اكس وكتلتها دي ام، تمام؟ فانه وفرضنا في كل قطعه كانه في عندي بوينت بارتيكل، تمام؟ جسم نقطي، فبتصير كانه اكس 1 دي ام 1 زائد اكس 2 دي ام 2 زائد اكس 3 دي ام 3 على التوتال ماس. لكن لانه كل واحد فيهم متساويات الاكس والدي ام، يعني للاولى نفسها للثانيه نفسها للثالثه لانه الشكل يونيفورم منتظم، فحكينا خلاص بنحسب لوحده اكس دي ام
وبناخذ التكامل عشان ناخذ للكل، تمام؟ فهذا اللي بيصير ل انه لما نحسب الاكس سنتر اوف ماس لجسم صلب. لكن اللي اثبتوه في المحاضره انه دائما الاكس سنتر اوف ماس او السنتر اوف ماس بوزيشن لاي جسم صلب اذا كان منتظم، اذا كان يونيفورم، دائما بيكون في المنتصف. فدائما السنتر اوف ماس للرد بيكون اذا كان طول هذا الرد مثلا ال، دائما الاكس سنتر اوف ماس بتكون ال عدلي، دائما بتكون في المنتصف. وطبعا باللكتشر احنا اثبتنا هذا الشيء وشفنا بالضبط التفاصيل حوالين هاي البروبلم، تمام. هلا في سؤال اربعه في اسئله الدسكشن اللي معطيك اياه بكل بساطه، معطيك 3 رودز. هذا سؤال اربعه معطيك انه في عندك انت هاي الاكس وهي محور الواي، معطيك 3 رودز. الرد الاول هيو هذا، وهذا في عندك رد هون، في عندك رد هون، خلينا نسمي هذا رد واحد، هذا رد اثنين، وهذا رد ثلاثة. رد واحد ورد اثنين كتلة كل واحد فيهم يعني ام واحد، خلينا نسميها اللي كتلة الرد الأول، معطيك إياها 14 جرام، 14 جرام، وهي نفس ام اثنين. ام واحد الرد واحد والرد اثنين كل واحد كتلته 14 جرام، وام ثلاثة 42 جرام، 42 جرام، تمام؟ وبحكي لك انه طول كل رد من هاي الرودز ال، يعني هذا طوله ال وهذا طوله ال وهذا طوله ال، وطول ال بيساوي 22 سنتي، وبده طبعا الاكس سنتر اوف ماس والواي سنتر اوف ماس او البوزيشن للسنتر اوف ماس لهذا السيستم. هلا اللي احنا بدنا نطلع عليه او نقدر نستفيد منه اللي من حسبناه باللكتشر، خلينا نحكي انه اي رد، اي رد السنتر اوف ماس له وين؟ في المنتصف، تمام؟ فمعناته السنتر اوف ماس لهذا الرد بده يكون هنا في المنتصف، والسنتر اوف ماس لهذا الرد بده يكون في المنتصف، والسنتر اوف ماس لهذا الرد كمان في المنتصف. ايش معنى هذا الحكي؟ معنى هذا الحكي كأني أنا ضاغط هذا الرد في هاي النقطة، كأنه في عندي جسم نقطي في هاي النقطة كتلته 14 جرام، وكأنه كمان في عندي جسم نقطي هون كتلته 14 جرام، وعندي جسم نقطي هون كتلته 42 جرام. بستخدم المعادلة الأولى عشان أطلع الـ X center of mass والـ Y center of mass. فهي الفكرة هون انه انا بروح بطلع السنتر اوف ماس لكل رد من هاي الردز، من النتيجه اللي تعلمناها انه دائما كل رد السنتر اوف ماس له في المنتصف، وبعدها بحكي التالي، بحكي انه صار عندي ثلاث اجسام نقطيه، واحد موجود هون، واحد موجود هون، واحد موجود هون، نقدر بسهوله نطلع لهم الاكس سنتر اوف ماس والواي سنتر اوف ماس. هلا نرجع للي حكيناه اول انه هون شو الإحداثي للمنتصف؟ هون شو المنتصف إحداثي له؟ إذا هذا كله طوله L، شو إحداثي المنتصف؟ L على 2. ممتاز، الـ X L على 2 والـ Y 0. ممتاز. فكأنه صار في عندي جسم نقطي كتلته M1 موجود في هاي النقطة. شايفين الفكرة كيف؟ هلا بنيجي هون، هنرد من هون. يلا، شو إحداث الـ X؟ 0 وسالب L على 2. ممتاز، صفر والواي سالب على 2. ليش سالب؟ لانه هاي واي الموجب وهون احنا في واي السالب، فسالب على 2. طيب هون ال الاكس كام؟ ال كام؟ ممتاز، ليش؟ لانه من هون لهون، فالبعد من هون لهون هو ال، والواي برضه سالب على 2. ممتاز، سالب ال على 2. فهيك صار عندي انا كانه ثلاث اجسام نقطيه، واحد موجود عند ال على 2 وصفر، واحد موجود عند صفر وسالب ال على 2، وواحد موجود عند ال وسالب ال على 2. فخلص كده طلع الاكس سنتر اوف ماس، بحكي اكس سنتر اوف ماس بتساوي ام 1 في اكس 1 زائد ام 2
في x2 زائد m3 في x3 على التوتال ماس. ممتاز. هلا m1 كم؟ m1 14 صحيح؟ بس انتبهوا انه ال 14 في 3 تعطيني 42 عشان اختصر الحل. 14 في 3 تعطيني 42، يعني هاي لو سميناها ام هذا تكون ايش؟ 3 ام. تمام؟ بس عشان اسهل على الحل. يعني بدل ما اعوض ارقام طب اعوض ام 3 ام. هلا بتشوفوا ليش. هلا بكل بساطه اللي بيصير انه ام 1 في اكس 1 ال 2 في ام. ف ال 2 في 3 ام. 3 ام في ال 2 زائد ام 2 كم ام 2؟ ليش 3 ام؟ الاولى ام، يا ليش 3 ام؟ احنا بنحكي عن مين؟ عن الرد الاول. هذا الرد الاول، سوري كمان مره انا خلطت طلعت اللي فوق. تمام؟ هذا كتلته ام في صفر، مزبوط؟ الاحداث بتاعه صفر، زائد الثاني كم؟ هي الرد الثاني ام في ال. والرد الثالث 3 ام في ال 2. 3 ام في ال 2 على التوتال ماس. كم التوتال ماس؟ 4 ام. فهي بتروح صفر، ام مع ام مع ام بتشطب، بضل ال زائد ال 2 على 4، صح؟ فهي بتطلع 5 ام المجموع ال 2، صح؟ المجموع 5 ام دكتور. ليش شويه ام و سوري صح 5 ام 5 ام مزبوط 5 ام سوري هاي ام و ام في عندك 3 ام 5 ام فام ام بتروح بضل ال زائد 3 ال 2 على 5 مزبوط فبتطلع هاي 5 ال 2 اللي فوق على 5 بضل ال 2 صحيح. هلا بتعوض الان فبصير 22 على 2 تطلع بالصاد. هلا بعديها الواي سنتر اوف ماس بنفس الطريقه. الواي سنتر اوف ماس شو بيساوي؟ هذا الاول كم؟ ام دكتور سالب ال 2 زائد الرد الثاني ام في سالب ال 2 مزبوط زائد الرد الثالث 3 ام في صفر على كم؟ على 5 ام مزبوط. هاي صفر، هاي تعطيني سالب ام على ال مزبوط. هاي اللي فوق تعطيني سالب ام على ال لانه نص ونص واحد، فسالب ام على ال على 5 ام فبتطلع سالب ام على 5. هاي الواي سنتر اوف ماس. فهيك احنا بنطلع الاكس سنتر اوف ماس والواي سنتر اوف ماس. بدك تعوض ارقام، عوض ارقام وسهل حالك انت حر. تمام؟ فهيك احنا بنطلع الاكس سنتر اوف ماس والواي سنتر اوف ماس لما يكون في عندنا اجسام نقطيه او يكون في عندنا اجسام متصله بهاي الصوره انه اكثر من رد. بنطلع السنتر لكل واحد فيهم، بعدين بنروح بنطلع السنتر اوف ماس على القاعده اللي تعلمناها. طب دكتور بتطلع اكس اكس ما بتطلع الخمسه بتروح ايش؟ ايش؟ وين راحت الخمسه اللي في المقام؟ الخمسه في المقام لا اكس سنتر اوف ماكس فيش خمسه بس 5 على 2 خمسه اطلع 4 على 5 مش 5 على 5 5 يا زلمه. هاي ال ال زائد 3 ال 2 كم؟ 5 ال 2 ايوه. طيب هاي بالنسبة للإكس سنتر أوف ماس والواي سنتر أوف ماس. هلا نروح للفكرة الثانية في التشابتر اللي هو على اللينير مومنتم والإمبلس، اللي هو كمية التحرك والدفع. اللي تعلمته إنه كمية التحرك دائما محفوظة لأي سيستم ايزوليتد، بتكون دائما محفوظة، واللي هي كمية التحرك أو اللينير مومنتم. وحكيته كمان أو ربطته بين اللينير مومنتم والإمبلس. خلينا نحل اول شيء على حفظ كميه التحرك سؤال 22، بعدها بنربط اللينير مومنتم مع الامبلس في سؤال 35. فهي الفكره الثانيه في التشابتر.
اللينير مومنتم اللي هي كمية التحرك، والإمبلس اللي هو الدفع. على في سؤال 22 اللي معطيكم إياه، معطيكم إنه في عندكم طابة، تمام؟ وهاي الطابة ضربناها، سوري ثواني بس، أي سؤال 22 معطيكم إنه في عندكم زي سطح بول أو مسبح أو اللي هو بدك إياه، في عندك طابة، هاي الطابة كتلتها M ضربناها هون، أجت بزاوية ثيتا واحد وارتدت هاي الآن نفسها الطابة ارتدت، تمام، بزاوية ثيتا 2. واللي حكي لك إياه في السؤال أو شو معطينا إياه في السؤال، معطيك إنه ثيتا واحد 30 درجة، معطيك M ولا مش معطيك؟ خلينا نتأكد، معطينا M 0.165 كيلوغرام. وحكي لك في السؤال إنه لما الطابة ضربت هون وارتدت، حكي لك إنه السرعة السينية ما بتتغير، السرعة الصدية بتتغير. كمان مرة، شو معلومة معطينا إياها في السؤال؟ إنه الهوريزونتال فيلوسيتي يعني Vx ما تتغير، يعني Vx initial تساوي Vx final، تمام؟ يعني السرعة السينية اللي بضرب فيها هون هي نفس السرعة السينية اللي بترتد فيها الطابة، لكن السرعة Vy تتغير، تمام؟ يعني سرعة المركب الصدي هون غير عن المركب الصدي هون، لكن السرعة السينية بحكي لك إنها إيش؟ ثابتة. هاي معطى. شو المطلوب؟ المطلوب الأول بده مقدار الزاوية ثيتا 2، الأنجل ثيتا 2، وبده كمان في بي لتشينج في اللينير مومنتم اللي هو دلتا بي. كم دلتا بي؟ ممتاز. خلينا نشوف الأنجل أول شيء ثيتا 2. بكل بساطة عشان نطلع ثيتا 2 بدنا نستغل المعلومة اللي في السؤال، إنه السرعة السينية هون مالها ما بتتغير. هذا معناه احنا بنعرف اذا السرعه ما بتتغير، هذا معناه كمان اللينير مومنتم ما بتتغير على الاكس. ليش؟ لانه بنعرف احنا انه اللينير مومنتم هي ام في في، او اللي هي كميه التحرك تساوي الكتله في السرعه. اذا السرعه ما بتتغير معناته البي ما بتتغير، فانت لما تحكي عن الفي اكس معناته البي اكس ما بتتغير، معناته دلتا بي اكس تساوي صفر، بمعنى انه البي اكس انيشيال تساوي بي اكس فاينل، يعني كميه التحرك محفوظه على الاكس. ليش؟ لانه السرعه بتتغير، كميه التحرك على الواي مش محفوظه. هلا نرجع، هاي شو بتعطيني؟ انه خلينا نرجع نمثل الفي عشان بس تكون واضحه، هاي الفي اتجاه، هاي في انيشيال وهاي في فاينل. فاذا بدي احلل هاي كيف بنحللها؟ هاي الفي انيشيال اكس وهاي الفي انيشيال واي، وهون هاي الفي انيشيال او سوري في فاينل اكس وهون في فاينل واي. وطبعا الفي انيشيال اكس شو تساوي الفي انيشيال اكس؟ هاي في انيشيال كوساين ولا ساين؟ كوساين ساين دكتور ساين. ليش ساين؟ لانه ثيتا مع مين؟ مع الهوريزونتال. ليش هي ثيتا؟ فيرتيكال اسف، مع العمود صح؟ لما تكون ثيتا مع الواي هذا معناه انه بناخذ على الاكس ساين وعلى الواي كوساين، فهي في انيشال ساين ثيتا واحد صح؟ مظبوط. وبتعرف خلينا نسميهم في واحد وفي اثنين اسهل يمكن من كلمه انيشال فاينل، بس اتس اوكي. وهي في انيشال ساين او كوساين ثيتا 2 او ثيتا 1 سوري. فهي حللناها، هي تاخذ ساين وهي كوساين، هو نفس المنطق. هاي
ال V final X شو تساوي؟ V final في مين؟ ساين 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 ثيتا 2 تميها V V final كوساين ثيتا 2 تمام التحليل؟ ممتاز ثيتا 2 لأنه هي ثيتا 2 ال V final هلا هذا معناه من هون إنه M في V initial X اللي هي مين؟ V initial sin theta 1 V initial sin theta 1 شو تساوي؟ M في V final sin theta 2 صح؟ ممتاز هلا سرعة هلا sin theta 1 sin على ال X متساوي صح؟ هاي نحكي عن ال X احنا هون V initial X او ال V سوري السرعة متساوية على ال X هذا معناته انه هاي مع هاي بتروح ال M مع M بتروح بضل انه sin theta 1 تساوي sin theta 2 هذا معناته انه theta 2 تساوي theta 1 وتساوي 30 درجة معناته الطابة ترتد بنفس ايش؟ نفس الزاوية بنفس الزاوية ممتاز هلا نروح نشوف المطلوب الثاني دلتا بي دلتا بي في عنا هاي دلتا بي في عنا دلتا بي اكس كم الدلتا بي اكس؟ صفر صفر لأنه ما تتغير البي اكس واي راح تكون صفر كمان لا هلا بنطلح هلا بنشوف صفر ولا لا هلا دلتا بي واي انا بحكي لك مش صفر هلا بنشوف كيف هلا دلتا بي واي شو تساوي بي فاينل واي ناقص بي انيشال واي صح ممتاز هلا البي فاينل واي هيها وين اتجاهها الفي فاينل واي وين اتجاهها لا اصغر سالب معناته سالب B final cosine theta 2 صح ناقص M هذيك وين اتجاهها الانيشال لفوق الاعلى نحطها موجب بصير M V initial cosine theta 1 صح سالب مع سالب بعطيني قيمة سالبة ما بيكنسل هلا هاي تساوي هاي صح وهاي تساوي هاي والام تساوي الام فهذا كل مع بعض مقدارين متساويين فاذا بدي اوجدهم بحكي سالب 2 ام في انيشال كوساين ثيتا 1 او ثيتا 2 صح لانه الهاي تساوي هاي مش ثيتا 2 وخلص بحط واحد فيهم طب يا دكتور مش انت حكيت ال V initial V final بس عند ال X متساويات؟ طب هاي لل Y كيف؟ هاي لل Y كيف متساويات؟ لا مو كمان مرة هاي المقصود فيها مش ال... هاي كلها مع بعض ال V final Y هاي في هاي مع بعض يعني القصد هاي كاملة تساوي هاي كاملة فهم علي؟ طبعا هي نفس الزاوية معنات السرعة متساوية كمان هو هاي الفكرة انه هاي كمان بتلتد عشان هاي فهمتوا علي كيف؟ يعني هي بتطلع في النهاية يعني عشان الزاوية الزاوية فأكيد راح تطلع في تساوي في فاينل فهمين علي؟ فهم فهاي بتقوضها تطلع معاك الدلتا بي سالب نص خلينا نحطها هون سالب 572 هاي اللي هي الدلتا بي طبعا الوحده تعرفوا كيلو جرام متر لكل سكند ممتاز اذا هذا على حسب كميه التحرك فاذا بتشوفوا انه هاي عادي ممكن كميه التحرك تكون محفوظه على محور مش محفوظه على الثاني هون دلتا بي اكس تساوي صفر هذا معناته اللينير مومنتم هون على الاكس محفوظه على الواي طلعت مش محفوظه في فرق دكتور كيف اوجدنا الفي ايش كيف اوجدنا الـ V؟ السرعة كيف اوجدناها؟ لا بعطيكم اياها هو
معطيكم اياها هاي الفي انيشال 2 متر لكل سكن. تمام. سوري هاي معطيكم اياها. طيب هذا سؤال يعني منيح بثبت لك فكره الحفظ كميه التحرك. خلينا نروح للسؤال 35 اللي بيربط لك بين الامبلس وكميه التحرك. الامبلس وكميه التحرك. خليني بس اول شيء احط معطيات السؤال بعدين بحكي شوي عن الامبلس وكميه التحرك بنحلهم مع بعض. اوكي ايش بدنا كنا احنا سؤال 35 خليني بس اشوف الرسمي. هذه السؤال أيوه تمام. هنا اثنين أربعة ستة هذه تي بالملي سكند عندك أف أف ماكس هم ليش الفي بس انيش ام 58 جرام والفي انيشال 34 متر لكل سكن. طيب هلا معطيكم اياه في هذا السؤال معطيكم انه في عندك زي بول طابي رميناها على حائط بشكل عمودي انه بهاي الصوره هاي في عندك هول الوود الحائط وضربنا هاي السوبر جول مو بحكي لك انه على الحائط بشكل عمودي كتله الطابي 58 جرام كانت ماشي بسرعه 34 متر لكل سكند وارتدت بنفس السرعه مو حكي لك في السؤال انها ارتدت بنفس السرعه يعني كمان في فاينل 34 متر لكل سكند. تمام؟ بحكي لك انه الفورس اللي اثرت فيها الطابه على الحائط تتغير مع الزمن بهاي الصوره. اذا هاي الفورس اللي اثرت فيها الطابه على الحائط تتغير بهاي الصوره. بحكي لك وجد لي اف ماكس. هاي مقدار الاف ماكس اللي هو الماكسيمم اللي هون. طيب هلا بكل بساطه انت لما تطلع على السؤال تحكي انه يعني سؤال غريب معطيني معطيات مختلفة وكيف بدي اشبك بينهم؟ احنا بنقدر نشبك بين كل هاي المعلومات عن طريق التالي، احنا اللي تعلمناه انه الامبلس الدفع بيساوي التغير في اللينير مومنتم اللي هو يعني البي فاينل ناقص بي انيشال وكمان بيساوي التكامل لاف دي تي. يعني الدفع هو تكامل القوة بالنسبة للزمن وهو التغير في اللينير مومنتم. فشوفوا ما أحلى السؤال هلأ صار. هاي من هون بقدر أطلع التغير في اللينير مومنتم معاي رسمة F مع T بقدر أطلع المساحة المحصورة تحت المنحنى لأنها F مع T المساحة تعطيني الإمبلس بسويها مع التغير بطلع F max. طلعوا خلينا من الأول نجيب مين الدلتا P هاي الدلتا بي بكل بساطة هي بي فاينل ناقص بي انيشي. خذ انه هذا الاتجاه السالب وهذا الموجب، بدك تاخذ العكس عادي. اي هذا السالب وهذا الموجب. تمام بس عشان اسهل على حالي خليت هيك. بدك تاخذ العكس فيش اي مشكلة. هلا البي فاينل اللي هو هي الطابة راجعة اللي هي يعني ام في في فاينل M في V final مزبوط ناقص ال ال V initial سالب M V initial سالب V initial هي نفس V final هي V initial هي نفس V final فهي كلها بتصير 2 M V initial هاي الدلتا B
لانه الفي انيشال هي نفسها الفي فاين. هاي اوجدنا مين؟ الدلتا بي. هلا اذا بنوجد هذا التكامل هو المساحه المحصوره تحت منحنى اف مع تي، فمعناته بدنا اوجد مساحه هذا المثلث تمام، ومساحه هذا المستطيل، ومساحه هذا المثلث. انتبهوا انه الزمن بالملي سكند، فبدي اقسم هاي الارقام على 1000 عشان اطلعه بالسكند تمام، بالثواني. هلا بكل بساطه اللي بنحكيه انه مساحه المثلث هذا التكامل يساوي مساحه المثلث نص القاعده 2 بالالف، لانه بدي اقسم على 1000 في 2 بالالف في الارتفاع اف ماكس زائد المساحة المستطيل 4 ناقص 2 كمان 2 بالالف في اف. نوجد مساحة شبه المنحرف اسها يس، مش قصة مش مشكلة، زائد المساحة 2 بالالف في اف نص 2 بالالف اف ماكس، فكلها هاي تطلع 4 بالالف مظبوط، لانه هاي محاي تعطيني وحده 4 بالالف تعطيني صح اف ماكس، ولا غلطان؟ شو عامل؟ مظبوط مظبوط دكتور، اكديه 4 بالالف ولا 6 بالالف؟ 6 بالالف 6 صح؟ اه ليش؟ لأنه هاي تعطيني نص، وهاي نص هذا المعرض واحد. أو بضلت. أربعة مزبوط. أربعة. هاي الطرح سبعة. واحد واحد. من واحد ذي خلاص إكس. أربعة سبعة منحرف. أنا بنساوي هاي مع هاي، فبنحكي تو أم في إنيشيال 4 بالألف أف ماكس معاي الأم. معاي الـ V initial، بس انتبهوا حول الام لكيلو جرام، تطلع معاكم الـ F max انا مطلعها 9.9 في 10 قوة 2 نيوتن، فهيك بنطلع الـ F max. شوفوا فائدتها هاي العلاقة اللي هي الفكرة الثانية من التشابتر، انه ربطنا بين اللينير مومنتم والإمبرس. احنا بنعرف شو تعريف اللينير مومنتم وعرفنا انها محفوظة، كمان نعرف انه التغير في اللينير مومنتم بيساوي الامبلس، واحنا بنعرف انه الامبلس بيساوي التكامل لاف في دي دي. طيب هلا كمان بدنا نروح نحل لنا كمان سؤال على الحفظ كميه التحرك، اللي هو سؤال 47 على حفظ كميه التحرك. سؤال حكينا 47، خليني بس احط المعطيات. سبعة وأربعين أدرست بيسوس كتلة أم تحركت سالب 30 I كمان أم سالب 30 J. طيب اللي معطيكم اياه في هذا السؤال انه معطيكم في عندكم جسم، هذا الجسم مرتاح في الاوريجن للاكس واي كوردينيت، بمعنى انه هاي هذا الجسم موجود في الاكس واي كوردينيت عند الاوريجن نقطه الاصل تمام، وبحكي لك انه اتريست يعني كانت سرعته صفر
زيرو صفر، وانفجر لثلاث أجسام، هو موجود هون، انفجر لثلاث أجسام. القطعة الأولى كتلتها M ومشت باتجاه الإكس سالب 30 I بسرعة سالب 30 I، والكتلة M2 مشت باتجاه الواي سالب 30 جي، بس لكن نفس الكتلة، هاي M وهاي M. وفي قطعة ثالثة فلتت ما بيعرف وين راحت، لكن حكينا في السؤال إنه كتلتها 3 M، بحكي لك شو موقع الكتلة الثالثة وين بتروح. هاي 3 M اللي M 3 وين موقعها وين بتروح، تمام؟ هلا بكل بساطة اللي بدنا نحكيه إنه إحنا بنعرف إنه كمية التحرك لأيزوليت السيستم ماله محفوظة، يعني دلتا بي الزخم قبل الانفجار بتساوي الزخم، إنه يعني بي إنيشيال قبل الانفجار تساوي بي فاينل بعد الانفجار. قبل الانفجار كم كانت البي؟ صفر. ليش؟ صفر. سرعتها صفر. واحد وسرعته صفر، فهاي صفر. بي فاينل عندنا ام واحد في في واحد زائد ام تنين في في تنين زائد ام ثلاثة في في ثلاثة، صح؟ لكن بدنا ننتبه انه التالي اللي بدنا ننتبه له انه ال V1 وال V2 وال V3 هذول فيكتورز متجهات، صح؟ يعني انتبه جمع متجهي. طيب هذول عمره عشان اطلع V3 او V3 انا بدي، لانه معي V1 وV2 بدي اطلع V3، فبحكي ال X وال Y تساوي ايش؟ تساوي V3 سالب سالب M1 V1 ناقص M2 V2 على ممتاز. هلا في واحد كان سالب 30 I، فشو بتصير؟ سالب مع سالب موجب في M، فمعناته 30 M باتجاه ال I، صح؟ ناقص M2 M2 M سالب 30 سالب 30 J، فبتصير ممتاز 30 جي، وكلياتهم على قديش؟ 30 ام جي، 30 ام جي، 30 ام، سوري 30 ام. فام مع ام مع ام بروح، صح؟ قسم 30 على 3 10 اي زائد 10 جي، ممتاز. هاي مين؟ الفي 3 في 3. هذا معناته انه الفي 3 في اي ربع؟ مين بيعرف؟ ربع الاول. الاول أصلاً من الرسمة تقدر يا دكتور تحللها. يس، ما أنا بحكيلكم، أنا بليش الفكرة الثانية دكتور توقع في ثلاث. وكم الزاوية اللي بتصنعها مع الإكس الفي ثلاث؟ 45. 45 ليش؟ لأن لأنه اللي واحد ثاني الواحد ثاني الواحد ثيتا بيساوي مركبة واي على مركبة إكس، 10 على 10 واللي هو واحد، أني الزاوية اللي كانها واحد 45. نقدر نحله على السنتر اوف ماس. هذا السؤال كيف بنحكي السنتر اوف ماس او الاكس سنتر اوف ماس او الفي سنتر اوف ماس، سوري، بيساوي صفر. فمعناته ام واحد في في واحد زائد ام اثنين في في اثنين زائد ام ثلاثة في في ثلاثة على التوتال ماس بتساوي صفر، فبترجع لهي المعادلة الاصلية، صح؟ صح. فهمت علي شو حكيت؟ صح. كما مرة مش احنا عرفنا في الليكتشر انه V center of mass تساوي M1 V1 زائد M2 V2 زائد M3 V3 على التوتال ماس. هلا V center of mass صفر، هي center of mass الجسم الاصلي، وين كان موجود؟ عند الصفر، فهي صفر. فM1 V1 زائد M2 V2 زائد M3 V3 تساوي صفر، لأنه هاي المقام ما هو نساك منه، البسط يساوي الصفر، ترجع لهاي، تمام؟ طيب هذا السؤال على حفظ كمية التحرك. فإذا درسنا الفكرة الثانية في الشابتر اللي هو كمية التحرك والإمبلس وربطناهم مع بعض.
الفكرة الثالثة في التشابتر اللي هم الكوليجنز، التصادمات. تعرفوا إنه التصادمات ثلاث أنواع إذا تتذكروا. أول نوع شو هو؟ مرن. الإلاستيك كوليجن اللي هو التصادم المرن. النوع الثاني إن إلاستيك كوليجن، تصادم غير مرن. والنوع الثالث كومبليتلي إن إلاستيك كوليجن اللي هو التصادم عديم المرونة. شو الفرق بينهم؟ الفرق إنه بكل بساطة في الإلاستيك كوليجن كمية التحرك والطاقة الحركية محفوظات، في الإن إلاستيك والكمبليتلي إن إلاستيك بيكون فقط كمية التحرك محفوظة والطاقة الحركية مالها أو الكاينتيك إنرجي مالها فيها تغير، دلتا كي مش صفر، تمام؟ يعني غير محفوظ. كمان رحتوا في اللكتشر وحكينا عن الإلاستيك كوليجن، إنه لما يكون في عندك طابي تتحرك ومرة الطابي الهدف بيكون ثابت، وبعدها أخذنا إنه الثنتين بتحركوا لما نضربهم في بعض، شفنا حالات خاصة إذا متذكرين، صح؟ متذكرين؟ أيوة، الحالات اللي بعطيني معادلات السرعة النسبية اللي هي في واحد تساوي في اثنين واحد. يس، متذكرين هنا يعني، ممتاز. طيب في سؤال 59، خليني بس أحط معطيات السؤال ونشوف هذا السؤال كويس. خليني غبش الكاميرا، صح؟ غبش. ثواني هلا بسويها. طيب ثواني يا جماعة. أوكي، طيب سؤال 59 اللي معطينا إياه التالي، هاي إم واحد وهي إم اثنين. أوكي، خليني بس أحط الأرقام. إم واحد تنين وماشي بسرعة 10 متر لكل سكند، إم واحد تنين كيلو جرام، سرعته في واحد إنيشيال كم؟ 10 متر لكل سكند، وإم تنين كتلته 5 كيلو جرام 3 متر لكل سكند، سرعته في 2 3 متر لكل سكند، هذا قبل التصادم. طيب خليني بس أحكي شو السؤال بعدين نحكي عن المطلوب. نعطيكم إياه في هذا السؤال، نعطيكم كتلتين، واحد إم واحد 2 كيلو جرام وإم 2 5 كيلو جرام. إم 2 مربوط فيها زنبرك بتحرك معها، يعني تخيل هي القلم وراء زنبرك مربوط فيه بتحركوا مع بعض، تمام؟ وأجينا ضربنا إم واحد بسرعة 10 متر لكل سكند على إم 2 اللي بتحرك ب 3 متر لكل سكند، فلحقوا لأنه سرعته أكبر، اصطدموا في بعض. هلا لما ام واحد اصطدم في ام اثنين ضغط مين؟ النابض. بحكي لك في السؤال انه النابض بوصل لاقصى انضغاط، يعني بيكون اقصى كومبريشن، كومبريشن يعني انضغاط، اقصى انضغاط اذا الجسمين مشوا مع بعض بنفس السرعه. كمان مره، اللي بيصير انه بعد التصادم أو في أثناء التصادم بحكي لك إنه النابض هاي إم اثنين وهي النابض هاي إم واحد، بحكي لك إنه النابض اللي هون بنضغط أقصى مسافة إكس، أقصى مسافة بنضغطها لما إم واحد وإم اثنين يمشوا هذول مع بعض بسرعة واحدة، سميها في. بحكي لك إذا مشوا بسرعة واحدة في كم أقصى كومبريشن؟ قديش الماكسيمم كومبريشن؟ قديش إكس ماكسيمم؟ تمام؟ ممتاز. طيب هلا قبل كل شيء نحدد شنو هذا التصادم. هلا لأنه حكى لنا في السؤال إنه هذول الجسمين
في سرعة مشتركة. نفس السرعة شو معناته؟ كأنه صاروا جسم واحد. جسم واحد. عديم مرونة. شو هذا معناته التصادم؟ عديم مرونة. عديم المرونة اللي هو completely inelastic collision. إذا completely inelastic collision يعني تصادم عديم المرونة. لأن الجسمين صاروا جسم واحد بعد التصادم. ممتاز ممتاز جدا. احنا شو بندور عليه؟ مقدار X. كيف نجيبها؟ طلعوا كيف نجيبها. نرجع شوي لتشابتر 8 ونحكي هذا الوضع قبل التصادم initial، وهذا الوضع ايش؟ final. صح؟ احنا بنعرف ان الطاقة الميكانيكية محفوظة. ليش؟ السيستم isolated، وكمان ما فيش عندي فريكشن، فيش عندي احتكاك، فأكيد دلتا اي ميكانيكال تساوي الصفر. هذا معناته انه كي انيشيال زائد يو انيشيال، هاي خلينا نحطها فوق هون اسهل، كي انيشيال زائد يو انيشيال تساوي كي فاينل زائد يو فاينل. صح؟ ليش هاي صح؟ لانه ما في عندي احتكاك والسيستم isolated. هل كي انيشيال كم؟ خليها إلها رقم. صح؟ ليش؟ لأن هذا ماشي بسرعة وهذا ماشي بسرعة، فهذا عنده كاينتك وهذا عنده كاينتك، فالكاينتك انيشيال مجموعهم. صح؟ الكاينتك انرجي لهذا والكاينتك انرجي لهذا، مظبوط؟ هلا البوتنشال انيشيال قديش؟ صفر. ليش؟ النابض ماله مضغوط؟ لا لا، مش صاير له شيء. النابض، النابض على حاله، هي الام 2 وهي النابض، هي ماشيين مع بعض، لسه ام 1 ما ضغطوا، ففيش فيه بوتنشال انرجي، فهون يو هاي صفر. كاينتيك فاينل، هيهم صاروا جسم واحد، فهذا له كاينتيك انرجي اللي هي نص ام 1 ام 2 في تربيع، فهي كاينتيك فاينل. يو فاينل في وين؟ في السبرينج. صح؟ اللي يكون في السبرينج لو تعرفوا أو تتذكروا، يولى السبرينج نص كي إكس سكوير، لأنه انضغط هلا السبرينج فصار فيه يو أس. تمام؟ فهاي اليو فاينل. ممتاز. هذا معناته إنه من المعادلة اللي فوق إنه كي إنيشيال ناقص كي فاينل شو تساوي؟ يو أس. يو أس. صح؟ لأنه هاي صفر، فكي انيشيال ناقص كي فاينل تساوي يو اس. ممتاز جدا. هل طيب نحل الكي انيشيال؟ ليش حطينا القانون فوق؟ ايش القانون اللي فوق؟ ليش استعملناه؟ هلا بحكي لك ليش. نطلع اكس، هاي نطلع اكس، ماشي تمام تمام لهون. هلا بنمشي شوي شوي. هلا بعديها الكاينتيك انيشيال، شو بقدر اعرف مكانها؟ كاينتيك مجموع الطاقه الحركيه للاول، الطاقه الحركيه هي الوضع انيشيال، الطاقه الحركيه لهذا زائد الطاقه الحركيه لهذا. صح؟ شو الطاقه الحركيه للجسم الاول؟ نص ام 1 في 1 انيشيال تربيع زائد نص ام 2 في 2 انيشيال تربيع. هاي الكاينتيك انيشيال، مجموع الكاينتيك لهذا زائد الكاينتيك لهذا ناقص شو الكاينتيك فاينل؟ نص ام 1 زائد ام 2 في فاينل في مين؟ في فاينل تربيع. هل نسميها في كابيتال؟ في كابيتال. دكتور كمين حطينا ايش هو؟ احكي. ما غبش عندي النت، ليش القانون اللي فوق حطينا؟ هذا القانون الفوق، هذا لانه حفظ كميه الطاقه الميكانيكيه، انه اي انيشيال تساوي اي فاينل. صح؟ الطاقه الميكانيكيه محفوظه. ليش؟ ما في عندي احتكاك والسيستم ايزوليتد، هاي من الشابتر 8 تمام بنعرفها. هلا شو اللي عملنا؟ حكينا انه هاي الكاينتيك انيشيال مجموع الطاقه الحركتين هذولا، واليو انيشيال لانه السبرينج ما كان مضغوط
ولا كان صير له شيء، فاليوم كان صفر فيه، ما فيش فيه بوتنشال انرجي، لان هو مربوط في جسم اثنين ولسه جسم واحد ما ضغطه، هذا قبل. هلا بعد صار هذول الجسمين جسم واحد، الكاينتك فيه اللي هي نص ام واحد زائد ام اثنين في في تربيع، لانه ماشيين بنفس السرعه، وهي تساوي هذه اليو، اليو فاينل اللي هي في السبرينج، قديش انضغط السبرينج، فهنا نص كي اكس سكوير، فهون هاي صفر، فمعناته كي ايش ناقص كي فاينل تساوي يو فاينل اللي هي اليو اس، فهون عوضنا محل الكي انيشال اللي هي الكاينتيك انرجي لهذا زائد الكاينتيك انرجي لهذا، يو فا او كي فاينل اللي هو الكاينتيك انرجي لهذول الاثنين مع بعض بعد التصادم، هذا الوضع فاينل. تمام؟ هلا يونيت سبرينج شو حكينا تساوي؟ نص كي اكس سكوير. تمام؟ هلا ركزوا معي، كي للنابض معي، الكي معطيني اياها في السؤال 1120 نيوتن لكل متر. تمام؟ هلا معي ام واحد، معاه في واحد، معاه 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 احنا بنعرف انه كميه التحرك هنا مالها محفوظه، ليش بنعرف انه بي انيشال فاين تساوي بي فاينل، هذا معناته انه ام واحد في واحد انيشال زائد ام اثنين اثنين في اثنين انيشال تساوي ام واحد زائد بي فاينل بي في اللي بندور عليها، صح؟ الفي هاي معناته تساوي هذا على ام واحد زائد ام اثنين، عيالنا طلعنا الفي بنعوض الفي هون نطلع اكس اكس، انتوا اشطر مني في التعويض بتروحوا بتعوضوا بتطلع الاكس ماكسيمم كلياتها 25% متر. تمام؟ واضح؟ واضح واضح. خلينا هاي الحفظ الطاقه الميكانيكيه بعديها حكينا ان الطاقه عشان نطلع الفلوسيتي النهائيه حكينا انه راح نطبق حفظ كميه التحرك لانه هذا كومبليتلي ان الاستيك كوليجن واي كوليجن دائما كميه التحرك محفوظه، طلعنا منها الفي رجعنا عوضناها طلعنا مين الاكس. ممتاز. نروح لسؤال 68 كمان هذا على الكوليجنز التصادمات. تمام سؤال كويس لانه في احتكاك وفي اشياء وفي مراجعه من تشابتر 8، يعني منيح انه يعني احنا لسه امبارح شرحنا تشابتر 8 فمنيح انه تتذكروا او اول امبارح. إذا نحط معطيات السؤال 68، خليني بس أرسم الرسمي. أنا بس أحط شو معطيني أرقام H 2.5 M 2 تساوي 2 M 1 M 2 2 M 1 H 2.5 متر وشو معطيني ميو كي نص وبس. أوكي ميو كي نص. طيب هلا معطيكم اياه في هذا السؤال، معطيكم انه في عندكم جسم ام واحد وهذا الام واحد موجود على
اترست يعني كان مرتاح في البداية وأطلقنا بعدين انطلق بسرعة معينة ما بنعرف واصطدم في البلوك M2 اللي كان موجود كمان اترست يعني M2 كمان إيش ماله مرتاح فلما وصل هون اصطدم في M2 مشوا الاثنين على سطح خشن معامل الاحتكاك له نص الكاينتيك فريكشن كوفيشن بحكي لك طلع لي قديش المسافة دي اللي بيمشيها البلوك الثاني إذا لحد ما يتوقف يعني قديش بيمشي شاذا اصطدم فيه قديش بيمشي M2 على سطح الخشن مسافة دي حتى يتوقف بحكي لك في الحالة الأولى اعتبر أنه التصادم إلاستيك يعني مرن في الحالة الثانية بحكي لك اعتبر لي أن التصادم completely inelastic يعني عديم المرونة شو الفرق بينهم؟ أنه هنا في الإلاستيك كل جسم مشى لحاله يعني M1 و M2 مشوا كل واحد لحالهم وفي الكومبليتلي إنإلاستيك الاثنين صاروا جسم واحد ومشوا مع بعض تمام؟ هلا في الكيس الأولى عشان نطلع المسافة دي تمام؟ حتى أنه نروح نطلع المسافة دي بكل بساطة إذا بتتذكروا الحالات الخاصة في الإلاستيك كوليجن في التصادم المرن أنه إذا كان عندك جسم ساكن وأجا جسم ثاني اصطدم فيه هون عند هاي اللحظة بدي يوصل M1 هون ويصطدم بM2 لكن M1 عنده سرعة فواحد منهم عنده سرعة والثاني ساكن لما يكون عندك جسم واحد فيهم عنده سرعة والثاني ساكن اتوصلنا لمعادلات في اللكتشر وحكينا بدنا نصير نقارن حطينا هيك معادلة كبيرة ما شاء الله عليها حط لكم المعادلة V2 تساوي خلينا نحطها بس 2M1 على M1 زائد M2 V1 initial ايش معنى هاي المعادلة؟ طلع معناها معنى هاي المعادلة هاي بالشرط شو شرط استخدامها؟ إنه واحد من الجسمين ساكن M2 ساكن وإن واحد بتحرك عليه بسرعة وصلنا لهذه المعادلة في الدكتش هلأ V2 معناها سرعة الجسم الثاني بعد التصادم و V1 initial سرعة الجسم الأول قبل التصادم فكأنه ربطنا سرعة الجسم الثاني مع سرعة الجسم الأول قبل التصادم لكن عشان أطلع ال V2 أنا بطلع V2 سرعة الجسم الثاني بعد التصادم عشان أعرف بعد ما أطلع سرعته اللي هي V2 بقدر أطلع D بكل سهولة بقدر أطلعها تمام؟ لكن قبل بدي راح أطلع مين؟ ال V2 هاي سرعة الجسم الثاني بعد التصادم عشان أطلعها بلزمني أعرف شو سرعة الجسم الأول قبل التصادم صح؟ شو بعرفني الجسم M1 لما وصل هون شو كانت سرعته؟ طريق حجز الطاقة الميكانيكية أنا بحبش الطاقة الميكانيكية بحب معادلة الحركة بس تسوكي تقدر تحكي MGH تساوي إيش؟ نص MV. M1 نص M1 ونسجل تربية ممتاز فإذا هون هاي كانت أترست مرتاحة فكل طاقة الوضع MGH تحولت لنص MV1 تربية فهون M1 G في H نص M1 V1 initial تربية M1 مع M1 V1 initial تربية فهي كلها جذر ال H أو ال GH فهون قديش بتطلع في اثنين طبعا تنسوش الاثنين قديش تطلع V1 initial حسبوها 2 في 9.8 في H 2.5 كلها تحت الجذر قلبك من وين جبت هاي معادله؟ 2 7 7 يا دكتور 9.8 خلينا نتاكد في اتش 7 7 ايش ايش مين اللي سال؟ انا سالت بحكي لك من وين جبت المعادله هاي الفوق يا ام جي
ايه ام جي اتش اه طاقة الوضع، انه هذا الجسم هون عنده طاقة وضع هون ام جي في اتش، طاقة الوضع تحولت لطاقة حركية هون نص ام في تربيع، اللي هي يعني هاي كينيشن. تمام تمام كينيشن هاي صفر، هاي ام جي اتش، كي فاينل نص ام في تربيع، ويو فاينل ما فيش ارتفاع عن الارض فصفر، فتطلع هاي فهاي صفر كين، فتطلع هاي. تمام. هلا بكل بساطه طبعا طلعنا الفي واحد انيشن، نقدر نطلع مين؟ الفي 2 صح؟ شنو نحكي الفي 2 تساوي 2 ام 1 كم الام 1 مش معطيني اياها، معطيني اياها دلاله ام، فام 2 2 ام 1 فخليها دلاله ام 1 2 ام 1 ام 1 ام 2 2 ام 1 لو ام 2 هي 2 ام 1 في 7 فام 1 مع ام 1 مع ام 1 ف2 على 3 صح في 7 يعني ثلثين 14 على 3 ثلثين وثلث كم؟ 14 على 3 4.6 4.67 4.67 متر لكل سكن. ممتاز. إذا هاي سرعة الجسم الثاني بعد التصادم، طلعنا هاي السرعة بعد التصادم، شنو بيصير؟ بنروح كمان مرة بنطبق الطاقة الميكانيكية، لكن بدنا ننتبه عشان احسب المسافه دي هاي اللي بقطعها الجسم على سطح الخشن لحد ما يستقبل الطاقه الميكانيكيه موجه التسارع. هاي انيشن، لا لا طلعوا كيف هذا الوضع انيشن صح، ولما يتوقف هذا اللي نسميه وضع فاينل. تمام لهون. هل هذا معناه لانه في احتكاك، لانه في احتكاك هذا معناته انه K initial زائد U initial تساوي K final زائد U final زائد دلتا E thermal، يعني نفس المعادلة تبعت بدون احتكاك لكن بنضيف دلتا E thermal اللي هي ايش يسميناها الورك لمين؟ شغل الاحتكاك. شغل الاحتكاك، بس بضيف شغل الاحتكاك. واضح كيف؟ لكن الشرط الأساسي لاستخدام هاي المعادلة والمعادلة الأولى اللي هي بدون هاي، واحد فيهم بدون فريكشن واحد مع فريكشن، شرط استخدامه من الثنتين يكون السيستم isolated معزول. ممتاز. إذا كاينتيك إنيشيال كم؟ نص أم في 2 اللي طلعناها تربيع، لأنه هاي سرعته أول ما بلش، زائد يو انيشال كم؟ صفر. صفر ترتفع عن الارض. ممتاز. اذا هاي صفر تساوي كاينتيك فاينل صفر. صفر مو حتى بده يتوقف، حكينا حتى يتوقف بده يتوقف الجسم، فمعناته هاي كمان صفر، ويو فاينل صفر. ممتاز، لانه مش مرتفع عن الارض، فمعناته هاي شو تساوي؟ دلتا اي ثيرمال. ممتاز. شو شغل الاحتكاك؟ اي شغل بدي اوجده هو القوه في المسافه صح؟ المسافه وفي الازاحه. شو قوه الاحتكاك؟ اف كي للاحتكاك لفريكشن، اف كي في اكس دي اللي بدنا نياها دي نص ام في 2 تربيع. شو قوه الاحتكاك؟ ميو كي، ميو كي في اف جي صح؟ فاجل نشيلها شوي. اذا النص ام في 2 تربيع تساوي ميو كي في النورمال. النورمال شو تساوي للجسم الثاني؟ ام جي بالضبط، ام 2 جي، وهي الام جي، فالنورمال تساوي الام جي لانه ما في حركه على الواي. شوفوا هذا السؤال ما احلاه. فهون ميو كي اللي هو اف ام، ميو كي في اف ام، واف ام اللي هي ام جي في دي، ام مع ام باي باي، شو بضل عندنا؟ دي مجهوله صح؟ وانتم اشطر مني، رح بتعوضوا تطلع معاكم دي
2.2 متر. تمام لهون؟ دكتور ليش يو يو فاينل صفر؟ لأنه مش مرتفع على الأرض. مادام مش مرتفع على الأرض وين في شغل؟ في في طاقة وضع سوري؟ لا. بس كمان شغلة مش قلنا إنه الطاقة الميكانيكية إي فاينل ناقص إي إنيشيال يساوي الشغل تاع الاحتكاك. طيب. طب هنا أنت مش فاهم خربت معكسهن. ليش؟ كي إنيشيال زائد واي يو إنيشيال يساوي مش لازم العكس إنه كي فاينل زائد يو. لا 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 مش العكس. إذا بدك تعكسه لما تحط هنا إشارة سالب. تمام ماشي. بس الأهم إنك تحط هنا إشارة سالب للفريكشن. واضح؟ واضح. طيب في حدا عنده أي سؤال لهون؟ تمام ممتاز حلو. المطلوب الثاني بنفس المشي بدك تمشي بس الفرق في أول خطوة. هذا الجواب بطلعش هي completely inelastic. ال V2 هاي بتصير هذا الاشي. انا احط لكم المعادلة M1 على M1 زائد M2 V1 انش بس. فبتطلع رقم V2 ترجع بتأول هاي ما هي خلاص تغيرش ترجع بتأول V2 هون وبتطلع ديل جديدي. تمام؟ نفس الخطوات لكن الدي بتطلع الدي تطلع في فرع 2 5 5 6 متر. واضح؟ هذا الفرق بين المطلوبين. طبعا وين اجت هاي المعادله؟ انه صار الاثنين جسم واحد بعد التصادم سرعه هذا الجسم ليها. كيف اجت هاي بشكل سريع؟ هاي في عندنا الجسم الأول هاي V1 M2 كان مرتاح انسد هاي صار جسمين بعد التصادم سرعته V2 نسميه صح؟ سرعته V2 فهي بتصير M1 V1 زائد صفر تساوي M1 زائد M2 V2 V2 تساوي M1 V1 على M1 زائد M2 في V1 initial. هاي V1 initial واضح؟ فهذا باختصار التصادمات. طبعا إذا بكم التفاصيل وكيف شو كل واحد من وين جبت هاي المعادلات أنا والمعادلة الأولى اللي حطيتها في غيرهم معادلات بيسهلوا علينا كثير في الحل تقدر ترجعوا للكتشر وتشوفوا بالضبط كيف اشتقينا كل هاي المعادلات وكل الكيسز للكوليج. إذا ضل عندنا آخر فكرة في التشابتر نحل عليها السؤال وبننهي تشابتر 9. الفكرة الأخيرة بعد ما أخذنا الكوليجنز، إذا الفكرة الأولى كانت السنتر أوف ماس مركز الكتلة، الفكرة الثانية كانت اللينير مومنتم والإمبلس ربطناهم مع بعض، الفكرة الثالثة الكوليجنز التصادمات، الفكرة الرابعة لما يكون في عندي variable mass أو ماس متغيرة شو بصير لقانون نيوتن الثاني أو بمعنى أخذنا حالة خاصة اللي هي الروكت الصاروخ. تمام؟ بكل بساطة إذا بتتذكروا إنه ربطنا بين الأف الفورس واللينير مومنتم بهاي العلاقة إنه حكينا إنه أف يساوي دي بي باي دي تي انه دائما الفورس اف نت تساوي التغير في اللينير مومنتم بالنسبه لمين؟ للزمن. تمام اف نت. وهذا حكينا انه نص قانون نيوتن الثاني بشكل عام. وبتتذكروا في تشابتر 5 حكينا انه اف نت تساوي ام في اي. شو الفرق بينهم؟ طلع نعرف انه البي هاي تساوي ام في في. فلو عوضت محل البي هون شو بتصير الاف نت؟ دي باي دي تي لام في في صح؟
لنشتق هذولا. حاصل ضرب اقترانين كيف اشتقاقهم؟ الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. لو يعني الأول في مشتقة الثاني dv by dt زائد الثاني مشتقة الأول dm by dt. هلا هاي اللي هي m dv by dt اللي هي مين؟ ايه التساوي زائد v dm by dt. لما تكون الماس كونستانت، لما تكون الام ثابتة معناته المشتقة صفر. هاي لما تكون ام كونستانت، فبتصير اف نت تساوي ام في اي. رجعنا لمين؟ لهاي. فهاي شرط استخدامها، هذا القانون اللي كنا نستخدمه في تشابتر 5، شرط استخدامه انه تكون الماس ثابتة. لما الماس تتغير يبطل هذا الحكي صح، يرجع للأصل. واضح؟ هاي دائما صحيح سواء الماس ثابت أو لا، لكن هاي عليها شرط. تمام؟ اللي راح نطلع عليه هلا اللي هو الصاروخ، إنه كيف نطلع إله أو ندرس حركته، إنه بمعنى لما تكون الماس متغيرة كيف ندرس حركة هذا النظام أو الصاروخ. بدي أحط معادلات الروكت بشكل سريع، تمام، وبعديها بنروح نحل عليه سؤال. معادلات الروكت كالتالي، خلينا نحكي M في A تساوي R في V relative. هاي المعادلة الأولى، ولا بوضح شو همي. هاي بنسميها first equation of rocket، معادلة الأولى للصاروخ. في عنا I think V final ناقص V initial تساوي V relative لن الأم initial على أم final. I think in a way. تمام؟ هاي second rocket equation. أنا شو المقصود بالمتغيرات اللي فيهم؟ شو المقصود بالمعادلات اللي فيهم؟ اللي بيصير إنه الروكت أو الصاروخ لما ينطلق بيطلع منه غاز، غاز صح؟ أول ما ينطلق الصاروخ بيطلع منه غاز. الأم هاي أو الأم إنيشيال هي كتلة الصاروخ الأصلية قبل ما يطلع منه الغاز، تمام؟ إم فاينل هي كتلة الصاروخ الأصلية ناقص كتلة الغاز، فنسمي كتلة الغاز M small، معناته M final تساوي M initial ناقص M small. الكتلة كتلة الغاز اللي طلع منه، فهي M final. ممتاز. V initial السرعة الابتدائية للصاروخ، V final السرعة النهائية للصاروخ، ال V relative اللي بتشوفوها هون وهون هاي سرعة الغاز بالنسبة للصاروخ. إذا الـ V relative الـ velocity of gas أو الـ products اللي هم النواتج with respect to the rocket بالنسبة لمين؟ للصاروخ. طيب نرجع للمعادلة، هاي عرفنا الـ variables. بحكي لك القانون الأول إنه كتلة الصاروخ في تسارع الصاروخ بيساوي R. R هاي الريشيو، الريشيو شو معناها هاي الريشيو؟ هلا بنحكي عنها. في V relative، V relative اللي هي سرعة الغاز بالنسبة للصاروخ. ال R هاي الريشيو هي ال R الريشيو قديش عندي أنا الصاروخ dm by dt، قديش بفقد الصاروخ كتلة بالنسبة للزمن. هاي معنى ال R، تمام؟ يعني دلتا ام على دلتا سي في في ريلاتيف. فهي المعادله الاولى. المعادله الثانيه بتحكي لي انه دلتا في للصاروخ تساوي في ريلاتيف سرعه الغاز بالنسبه للصاروخ في الام اللي هي اللوغاريتم للاساس ها ام انيشال على ام فاينل، كتله الصاروخ الاصليه على كتله الصاروخ النهائي. هذا بالنسبه للروكت. هلا
نروح نحل سؤال عليه وبننهي المحاضرة. سؤال من أسئلة الدسكشن. Where is it? I think مش هون. هذا لو سؤال 76. ممتاز. نشوف سؤال 76. واضح الروكت ولا انتو؟ لا واضح واضح. سؤال 76، خلينا نحط بشكل سريع المعطيات ونحل السؤال. عندك بحكي لك انه في عندك مركبة فضائية وصاروخ كتلتها 6090 كيلو جرام، فهي الام انيشيال 6090 جرام ولا قديش؟ يس 6090 كيلو جرام. وبحكي لك انه موفينج اوكي باتجاه جيبيتر، يعني تتحرك باتجاه المشتري بسرعة 105 متر لكل سكند، يعني في انيشيال للصاروخ او للمركبة 105 متر لكل سكند باتجاه جيبيتر باتجاه المشتري تتحرك. تطلع غاز، هذا الغاز كتلته 80 كيلو جرام، اذا الماس للغاز 80 كيلو جرام. الشاشة غبشت دكتور. سوري هلا ثواني هلا بتزبط. 80 كيلو جرام. وبحكي لك سرعة الغاز بالنسبة للصاروخ 253. شو هاي سرعة الغاز بالنسبة للصاروخ؟ ممتاز. بعطيني الفي ريلاتيف 253 متر لكل سكن. بده What is the final velocity? V final. واضح على أي معادلة بدنا نحلها؟ على الأولى ولا على الثانية؟ على الدلتا V. على الدلتا V بالضبط. V final ناقص V initial تساوي V relative لم M initial على M final. V final بدنا إياها. V initial معاي. V relative معاي. M initial معاي. M final ل M initial ناقص M للغاز. إمينيشن ناقص إم للغاز، فبطلعها بضل مجهول فقط الفي فاينل. فاحسبوها. طيب. تمام هيك؟ تمام. في حدا عنده أي سؤال؟ دكتور بصير برا الديسكشن يعني بروبلم 13. بروبلم 13.